بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، باستشهاد سيدنا ومولانا وعلمنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، غريبا وحيدا عطشانا في يوم كربلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى تعجيل الفرج لمولانا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، وننادي خلفه يا لثارات الحسين. لمسألتي بأن فلان يتحدث عنك بالسوء، وفلان دائما وأبدا لا يكف عن الحديث عنك بالسوء أمام الآخرين، يحاول أن يفسد عليك أقرب الناس إليك، ربما يريد أن يحطم علاقتك مع الآخرين، ربما بينك وبين زوجتك، أو بينك وبين زوجك، أو بينكما وبين أولادكم أو أقاربكم إلى غير ذلك. كيف تجعل فلان يكف عن ذلك والله سبحانه وتعالى يشغله بنفسه؟ من مجربات آية الله السيد عبد الكريم الكشميري قدست روحه الزكية، نقل عن الإمام الصادق عليه السلام أنك تقرأ سورة الهمزة، فقال السيد عليك أن تقرأ هذه السورة 21 مرة لدفع أهل حديث السوء عنك، وإذا حملتها يكون أفضل أيضا. تقرأ 21 مرة سورة الهمزة، تسمع بأن فلان يحاول أن يوقع بينك وبين أحد من أحبائك، من أهل بيتك، من أصدقائك، فورا اقرأ سورة الهمزة أو الهمزة عفوا الهمزة 21 مرة، ثم اكتبها بقلم رصاص أو جاف بورقة بيضاء غير مخططة واحملها معك. إذا لم تستطع أن تكتبها فقط اقرأها 21 مرة. وهذه من المجربات التي يقول عنها السيد جربناها كثيرا، وبحمد الله عز وجل تبقى العلاقات بين الآخرين مبنية على المودة والمحبة والألفة، وخصوصا في العائلة الواحدة. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.